ماري مسماري مجاري جربينا قبيلة رديلة عقيلة كورونا دواعش دوافع مدافع خصمونا فدائي فضائي عشوائي بالكونة. أهلا وسهلا بكم نوب الحرب الوردية واحد يدوي بالحب الثاني يدوي بالروسية واحد يتكلم هاون واحد يخصف بالشرعية واحنا اللي تسمو بينا خطابة الكراهية. باش نصايف في العصاية ولا لحالة في الغسالة؟ باش نقالك لفندي مش فاضي رندي ايه ارخاف ولا يا امر امرك بتول هاي تم السيارة شدوك بها تلماس دارت المارد اللي عندي خيرك سايش لا حول ولا قوة بس دي قلت لك احرقها انا من زمان تقدر تطلع بس ابنتك عليها دهك ايش نقالوك عليها؟ ليه قالولي مش حتطلع لين يجي ملكها لصلي حسام تاع الملك انا تاع الملك راه راضي عليها يعني حاجه واحده ما فهمتهاش في البلاد حاجه واحده بس مش فاهمها والباقي ماشي معك عادي مصلي يا انبي عليك يا صاحبي مقواك يا اخوي تمشكي علي موضوعك انت قصدي خلوا المشط والمسلفر والمنقز وطمعوا في الماس ده تي حتى من مريتها تدلدل ترى من قادر يا عبد القادر متحشمه ما يمدى الارهاب يا عبد الوهاب دواع شدوكم مالا لا لا ولا مشوكات شو ندخل الارهاب امالا يعني الارهاب ضروري يكون هركك احلى ولحيه وحزام ناس في اللغه العربيه طيب مالا شنو هو تخيل الارهاب مرات يكون على هيئه تيوتا 27 بلاك يكون رتل من الثمين يدوروا في الشوارع يخوفوا في الناس جاركم يخدم في كتيبه الاقويه فرخ من قبيله شريفه صاحبتك اللي عندها صاحبها يخدم في كتيبه تخيل اي حاجه تدخل الرهبه والخوف في قلوب الناس هذه تحت بند الارهاب ايه خيال الوقت ما ضيع من عريهم يا حاج ناس زمان قالت اللي ما عنداش ماضي ما عنداش حاضر ثلاثة الحاضر تي كلهم حاضر وفلان شو الموضوع ما بيقف مربوعة شبعة بعد جوعة دلوعة وكلمتها مسموحة تنوض بالك جو شين حلوين ويحبوا الحلوين أنا هذه ما فهمتهاش وينك يا واحد متسمي تلقاه داير في جنبها لمبة يدور بعضهم يا حاج ما تقولهاش يتبع فيها وما فيها ايه علي رأي المثل كب الطيرة روح كشبها برا للجبهة لكن قول لي هم في خط النار خط النار فيه تريس مخمص فمي بالزهر قبل ما ندوي عليهم اما في الخط الثالث يا طيب خط السنابات خط الحاويات خط الحاويات انت ما قلت ليش وين شدوك اصلا اللي لهنا الفرناش مال المسمار يشدك اليمين هو كنت فتحت التبة وتقول له برا صور بروحك في الجزيرة وتعالى والله لا ما يريح ما يعرفوهاش وما يقدروهاش يا حاج غير صرف ارواح وخلاص ايه عرونا مغطي المجاري مجاري مجيف فلوس زعما تفيض علينا بوك شنو يخدم اسم فاز قول لي سكر يا بتاع جيش حلو هادي تشرب شاهي يطلع فيه ارتان ولا شنو عندنا التبي من الصبح لا لي نار هادي يا طيب هو ما فيش نار لا غير انت متشبعش فيها هراري مسماري مجاري جربينا قبيلة رديلة عقيلة كورونا دواعش دوافع مدافع خصمونا فدائي فضائي عشوائي بالكونة أهلا وسهلا بكم نوب الحرب الوردية واحد يدوي بالحب الثاني يدوي بالروسية واحد يتكلم هاون واحد يخصف بالشرعية واحنا اللي تسمو بينا خطابة الكراهية